في وسط الأخبار اللي العالم كله بيتابعها، تلاقوا النهاردة إنه على مستوى العربي يعني تلاقوا طبعاً لسه الملكة إليزابيث والمراسم الخاصة بدفنها وجنازتها وكل الترتيبات لسه موجودة، تلاقوا الحرب الروسية والتطورات في أوكرانيا لسه موجودة، بس في خبر النهاردة بقى رقم 3 مثلاً في نشرات الأخبار الإقليمية والعربية. الخبر ده مرتبط بالأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها المواطن اللبناني بشكل كبير جدا، وهي أزمة واصلة لمستويات عالية جدا. أعتقد أنه دي المرة الثانية اللي تحصل، كانت حصلت قبل كده من فترة، من شهر أو شهر ونص، لكن دي المرة الثانية اللي مواطن عادي بيحاول أنه يوصل لفلوسه، لشهاداته أو رصيده، فلوسه يعني اللي موجودة في البنك وما يعرفش يوصل لها، ف يتطور الموضوع للصور اللي حضراتكم شايفينها. البنت المواطنة اللي اسمها سالي اللي بتعاني من مشكلة مرضية مع أختها، أختها مريضة بالأورام، مريضة بالسرطان، وهي كانت بتحاول تسحب فلوس لعلاج أختها، فشلت محاولاتها السابقة فاضطرت إنها تهاجم البنك أو هجمت البنك بالفعل علشان تاخد فلوسها. اللي جيت اليوم على بنك جرون بانك لاخذ وديعة اختي اللي عم بتموت بالمستشفى. انا لفيت افات تاكل الحدا ولفيت فتت وليع لفيت عملت شيء. انا فتت اخذ حقي. الملوك فتح الدور من هذا كسر الباب وفتح باقي المصاري ايش حنعمل؟ ليش معك فيني؟ سالي تحولت لوجه في الأخبار وهي عنوان برضو للأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي بيمر بيها لبنان، لكن النهاردة زي ما قلت حضراتكم كان موجودة في كل النشرات الإقليمية، مش بس النشرات اللبنانية المحلية ولكن النشرات الإقليمية والعربية الدولية. احنا معنا على التليفون الأستاذ علي، الأستاذ علي نصر الدين، هو واحد من أصدقاء الأسرة، أسرة سالي. أهلا بك يا أستاذ علي. يعطيك العافية سعد مساء. أهلا بك. اولا سالي دلوقتي بتعمل ايه؟ يعني هل تعرضت لاي ملاحقات قانونيه ولا ايه اللي حصل بعد المشاهد اللي شفناها؟ هلا من بعد هذا الشيء صار مع سالي، اول شيء بدي حييها على الشيء اللي عملته، وسالي عملت هذا الشيء عم تاخذ حقها لحتى تساعد اختها المريضه بالسرطان الى اكثر من 6 شهور، وعم تروح على البنك، البنك عم يعطيها يمكن 100 دولار على سعر الصرف 12,000 ليرة بالشهر، يعني حق إبرة ما بيجي من علاج أختها، حق إبرة. سالي وقت اللي راحت وعملت هذا الشيء ما أنا لا رايحة عم تسرق ولا أنا رايحة عم يعني عم تشلح ولا شيء، هذه مصرياتها، هذا حقها، أخت عم بتموت قدام عيونها، فاضطرت تعمل هذا الشيء بفرض لعبة خوفت يعني هي. معلش عشان الناس ممكن تبقاش سمعك كويس أو مش فاهم، بفرض لعبة يعني بمسدس لعبة؟ مسدس لعبة مش حقيقي. يعني السلاح ده مش حقيقي؟ ده مش حقيقي، هذا تبع التمثيل، هذا لابن اختها ولد صغير حتى، وهي في مقابله على الجديد عملتها بعد ما طلعت من البنك ووضحت هذا الشيء. وهلا هي ملاحقه قانونيا، ما حدا بيعرف وين هي متخبيه، والجيش موجود تحت بيتها، بس هي اكيد مش ببيتها. ما حدا بيعرف وين. ويعني اختها عم بتموت قدام عيونها. وشغله ثانيه، المصريات اللي اخذتهم سالي ما بيكفوا لعمليه اختها، هي اخذت 12,000 دولار. هي دي كانت فلوسها ولا هي دي كانت فلوسها او فلوس اختها في البنك يعني؟ فلوسها، فلوسها، وهي ما اخذت كل فلوسها يعني، ما اخذت كل مصرياتها، وعمليه اختها بتكلف 50,000 دولار. والله يعني ربنا يلطف، ربنا يلطف بالناس، ربنا يلطف بسالي وباختها ويشفيها وكل الناس اللي بتمر بالأزمة الكبيرة دي، ويلطف بكل لبنان في هذه الأزمة الاقتصادية الشديدة. أستاذ علي شكرا على المعلومات اللي أنت قلتها لنا، شكرا جزيلا. أستاذ علي نصر الدين واحد من أصدقاء أسرة سالي، وسالي في النهاردة احتلت نشرات الأخبار بمسدس، زي ما الأستاذ علي قال بمسدس لعبة، بعد ما عملت المشهد ده وهددت البنك للحصول على
متعلقاتها المالية أو رصيدها المالي نفسه اللي موجود في البنك.